طبعا في ظل انشغالنا بالاحداث والتطورات اللي بتحصل في الاقليم، كان لازم نتابع اللي بيحصل في الصومال، لانه في اخبار بتقول انه هناك تطورات جديده على الارض في الصومال. التطورات كالعاده بتدخل فيها اثيوبيا كلاعب اساسي. لا تريد اثيوبيا الحفاظ على استقرار الصومال، ولا تريد اثيوبيا ترك الصومال في حالها. بدات اثيوبيا انها تزود مناطق معينه في الصومال، مناطق انفصاليه وشبه انفصاليه، منها منطقة اسمها اقليم بونتلاند او بلاد بونت. الاقليم ده شهد وصول اسلحة اثيوبية خلال الفترة الماضية، تدفقات اسلحة اثيوبية على دفعات. الحقيقة الخبر اللي انا بكلمك فيه النهاردة هو ان في اسلحة جديدة بتكشف عنها مجلة الصومال الجديد. وصلت الاسلحة من منطقة بوساسو التجارية. شهدت هذه المنطقة وفقا لتقارير واردة انها وصل فيها اسلحة جديدة من اثيوبيا الى مطار المدينة. اشارت التقارير انه في طيارتين محملين بالاسلحة نقلت اذاعة دالسن عن مصادر امنية ان الاسلحة والمعدات اشترتها بونتلاند من اثيوبيا. طبعا بونتلاند هو اقليم بيسعى للانفصال، ده غير ارض الصومال. يعني ارض الصومال ده اقليم منفصل من 91، واقليم بيسعى لانه يكون اعتراف دولي، وان اثيوبيا تكون اول دولة او تاني دولة تعترف بيه مقابل انه يعطلها البحر، فطبعا تنازل مقابل مكتسب. هنا اقليم اخر اللي هو اقليم بونتلاند عايز يكرر نفس سيناريو اقليم ارض الصومال. التقارير قالت ان في طيارتين نزلوا في المطار، وانه هناك شحنات عسكرية اشترتها بونتلاند من اثيوبيا، ولم يتسنى الحصول على مزيد من التفاصيل لان السلطات الولاية اللي هي ولاية بونتلاند لم تعلق على الامر. مجلة ارض الصومال او مجلة الصومال الجديد عفوا بتقول ان الاشارة تقدر ان حكومة الصومال الفيدرالية اتهمت اثيوبيا مؤخرا بانها ادخلت اسلحة غير قانونية الى ولاية بونتلاند وغيرها من المناطق في البلاد، واعتبرت ده انتهاكا لسيادتها. الخبر التاني اللي احنا بنتكلم عنه حضرات هو انه ارض الصومال كانت محتجزة نائب معارض اسمه النائب محمد ابيب يوسف. النائب ده هو شخص معارض لفكرة التعاون من ارض الصومال مع اثيوبيا، وانه اثيوبيا يعني ما تحصلش على ارض في الدولة، وده حقه، بيقول انه ارضنا ما نبيعهاش لحد ونحافظ على ارضنا، لان اثيوبيا اذا دخلت ارض الصومال، اذا دخلت اي مكان في ارض الصومال مش هتخرج منه. بتقول 50 سنة هيبقوا طول العمر اثيوبيا لن تخرج من ميناء بربرة. فالراجل كان احتجز في مطار اسمه هرجسة في يعني قبل ايام قليلة، هو راجع من الامارات. القرار ده جه بعد حكم صادر من المحكمة العليا اللي قالت انه اعتقال هذا الرجل غير قانوني، وطلبت بالافراج عنه. احزاب سياسية ومنظمات حقوقية في ارض الصومال ادانت اعتقال هذا النائب ووصفته بانه انتهاك للدستور. الخبر الثالث من الصومال خبر ايضا به معلومات هامة، خبر يعتبر خطير شوية، لانه في تقارير بتقول من اقليم باي اللي موجود قرب حدود اثيوبيا، موجود جنوب غرب البلاد. الاقليم ده اقليم فيه مشاكل، يعني اقليم مضطرب وفي تمدد ونفوذ لحركة اسمها حركة الشباب. حركة الشباب اتهمت بانها قتلت ضابط في او قائد قوات بتسمى قوات الدراويش تبع للصومال للحكومة الفيدرالية موجودة في المنطقة. الضابط ده اسمه يوسف محمد، قائد قوات الدراويش، في لغم انفجر في منطقة برادلي. منطقة برادلي هي منطقة جزء من باي ومطل على حدود كينيا وحدود اثيوبيا. قوات الامن اجرت تحقيقات مكثفة اسفرت عن اعتقال هؤلاء الافراد اللي تم نقلهم لمدينة يبدو العاصمة المؤقتة للولاية لاستكمال التحقيقات بشأن طهارتهم في الحادث. والحقيقة انه رغم نسب الحادث لحركة الشباب الا انه الحركة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم، ومفيش حركة يعني اعلنت حتى بعيدا عن الشباب، مفيش حد اعلن مسؤوليته عن مقتل هذا الضابط اللي يعتبر قائد القوات الصومالية في الاقليم. لكن حركة الشباب معتاد انها بتنفذ مثل هذه العمليات بشكل متكرر في مناطق مختلفة من البلاد. التطورات على الساحة الصومالية مش هتتوقف، هتفضل موجودة وبشكل مستمر، والتطورات المتعلقة بسد النهضة ايضا هتفضل موجودة بشكل مستمر، لانه اثيوبيا بتشتغل على جبهتين وانت شغال معاها وبتلعب معاها يعني بالبيضة والحجر زي ما بيقولوا. اثيوبيا شغالة على ملف سد النهضة وبتحاول انها تعمل ارتباك في هيدروليكية نهر النيل. يعني ايه؟ يعني
تصدم السودان، فيبدأ النيل يرتفع في السودان، يحصل ارتباك في سدود السودان، ما هو ما فيش تنسيق، وبالتالي السدود السودانية بتفاجأ بأنه في طيار ماء قادم ففتح البوابات، فالمية هترتفع في نهر النيل الأزرق. طيب لما ترتفع المية دي بتهدر، لأنها ممكن ترتفع وتخرج على الجانبين أو تسبب خطورة على السكان. فطبعا الأمر ده كان لازم يحصل فيه تنسيق ما بين إثيوبيا والصومال، أو إثيوبيا عفوا والسودان ومصر، لكن الحقيقة مفيش أي تنسيق ولا تفاهم، فتقوم بفتح بوابات السد في وقت وتقوم بإغلاقها في وقت آخر. ده طبعا بيؤدي لارتباك في حركة المياه في نهر النيل، وبتعمل مشاكل ما بينها وما بين السودان في هذا الأمر تحديدا. الحاجة التانية، إثيوبيا بتشتغل على فكرة زعزعة استقرار الصومال، وزعزعة استقرار الصومال هي أيضا لها أغراض أخرى فيها، هي مش عايزة تخرج من الصومال. ويوم ديسمبر أو نهاية ديسمبر القادم هيكون في وقت فاصل وحاسم، لأنه ده وقت هتقرر فيه إثيوبيا أنها تخرج بموجب الطلب الصومالي. طيب لو ما خرجتش أو لو تمسكت بالبقاء داخل أقاليم معينة في الصومال، زي مثلا الأقاليم اللي أنا بكلم حضرتك عليها اللي هي في الجنوب، لو تمسكت هنا فإنه هيحصل مشكلة، لأن أنت مطلوب من الدولة اللي أنت فيها أن أنت تخرج، وأنت مش عايز تخرج من هذه الدولة، فيحصل تطور وخلاف كبير، هيحصل مشاكل، ممكن يصل الأمر لنزاع عسكري أو حرب ما بين الجانبين. ومصر موجودة أساسا النهاردة في الصومال بمعدات، وهيكون في طلائع قوات خلال الفترة القادمة، فده طبعا هيمثل أمر صعب جدا بالنسبة لاستقرار المنطقة وتحديدا عدم انسحاب إثيوبيا. لكن تركيا أرسلت سفينة محملة بالمساعدات مخصصة يعني مشاكل الصومال، اللي خاصة بالضعفاء المحتاجين المساعدات الغذائية، لأن في طلب تقدمت به الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الصومالية لإثيوبيا. السفينة توجهت للصومال وهي الآن في طريقها للصومال، وبتقول البيان أن السفينة بتهدف لدعم جهود مواجهة الجفاف المتوقع في البلاد، والذي أعلن عنه مؤخرا من قبل الهيئة نتيجة لما يسمى بظاهرة اسمها ظاهرة النينو. ظاهرة طبعا بتمثل extreme weather، طقس متطرف، ففي جفاف ممتد بيحصل ساعات، وفي فيضان شديد بيحصل ساعات. أيضا الاتحاد الأوروبي صرف 9 مليون دولار مساعدة للصومال وإعانة بسبب أزمات الصومال الحالية. كل دي أخبار متعلقة بالصومال، كانت أخبار سريعة من إلى حضراتكم. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.